بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة. وأعرب ولي العهد السعودي في برقية عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة والمباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.